السلام عليكم، معكم فاطمة الخصاونة من دفعة سمو سنة ثانية وعضو في لجنة الطب البشري. زي ما أحكينا بالبارت الأول، تشابتر 47 بيحكي عن الجهاز المناعي، عن الإميون سيستم. قسمته أنا بالتفريغ لثلاث بارتات. البارت الأول اللي نزلناه قبل كم يوم حكينا عن الإنات إميونيتي، عن المناعة الغريزية أو المناعة الطبيعية اللي موجودة في كل الكائنات الحية، وخصصناها مرة حكينا عن اللافقاريات الانفيرتبريتس، ومرة حكينا عن الفقاريات الفيرتبريتس، وبرضو أخذنا مقدمة عن الجهاز المناعي بشكل عام، وخصصنا بالخلايا اللي موجودة فيها. بثاني بارت رح نحكي عن الأدابتيف إميونيتي أو المناعة المكتسبة، وزي ما حكينا من قبل المناعة المكتسبة موجودة فقط في الفقاريات الفيرتبريتس. بحكي لنا هون إنه في عنا إحنا إشي في الخلايا اللي موجودة بالأدابتيف إميونيتي، أو الخلايا اللي بتعمل لنا الأدابتيف إميونيتي، اسمها ليمفوسايت. الليمفوسايت هاي بتيجي، هي نوع من أنواع كريات الدم البيضاء. هسا كريات الدم البيضاء عدة أنواع، يعني مش عارفة إذا خدتهم ولا لا، بس في عنا مثلا إيزينوفيلز، بيزوفيلز، وفي برضو ليمفوسايت. الليمفوسايت هاي هي نوع من أنواع كريات الدم البيضاء بتعمل لنا كريات البي سيلز والتي سيلز. فنعيد، الأدابتيف إميونيتي بيعتمد بشكل رئيسي على التي سيلز والبي سيلز. التي سيلز والبي سيلز هذولا هم يعني نوع من أنواع كريات الدم البيضاء بنسميهم ليمفوسايت. فزي ما أنا هون عاملة كريات الدم البيضاء نوع منهم الليمفوسايت، والليمفوسايت مين هم؟ تي بي سيلز وتي سيلز. بحكي لنا هون زي كل خلايا الدم، زي كل الخلايا اللي موجودة بالدم أو اللي بتجري بالدم، الليمفوسايت تصنع أو تنتج بشكل، يعني بالأصل تنتج من الستيم سيل داخل نخاع العظم، داخل البون مارو، بستيم سيلز in the bone marrow. طيب ليش بيصير في عنا differentiation؟ يعني ليش بيصير مرة بيطلع عنا، طب إذا هم كلهم بيطلعوا من نخاع العظم، كيف مرة بيصير معنا عنا T cell ومرة بيصير عنا B cell ومرة بيصير عنا هون كمان برضو natural killer cell؟ أنسيت أكتبها natural killer، هون natural killer. طب ليش مرة بيصير عنا natural killer cell، B cell، T cell، يعني أي أساس؟ بحكي لنا هون إنه في عنا ماشي، أول إشي في بالبون مارو ستيم سيل صارت ليمفوسايت. هسه هي بتكون لسه مو مميزة، ليمفوسايت عادية ما قررت هي شو رح تصير. فإذا هاي الليمفوسايت طلعت من نخاع العظم ومشيت راحت على الثلمس. الثلمس هي شو اسمها، هي غد، الثايمس قصدي يا أخوان، الثايمس جلاند، هي موجودة بال، يلا صبر، فالثايمس هيها تمام. الثايمس هي عضو موجود بالتجويف الثوراسيك اللي هو الصدري فوق القلب تمام. وهناك بتقعد التي سيل وبتقعد الليمفوسايت، فبتتميز لتي سيل. ف زي ما حكينا التي سيل كيف بتصير تي سيل؟ بتطلع الليمفوسايت من البون مارو وبتمشي على الثايمس، والثايمس بتتحول لتي سيل. الثايمس ايش هي؟ الثايمس هي جلاند موجوده بالثوراسيك كافيتي فوق القلب. البي سيل شو بيصير؟ لا، الليمفوسايت مش اذا قررت انها تصير بي سيل بتضل قاعده جوا البون مارو وبتتحول لبي سيل. الناتشورال كيلر سيل شو بتصير؟ الليمفوسايت بتطلع من البون مارو وبتروح بتمشي بالدم. اذا مشيت بالدم بتتحول لتصير ناتشورال كيلر سيل، وهي جزء من الانات اميونيتي. فاحنا حكينا الليمفوسايت بالادابتيف اميونيتي هم بي وتي سيلز، بالانات اميونيتي هم ناتشورال كيلر سيل تمام. خلينا نميز. طيب ايش هو الانتيجين؟ هسا الانتيجين خلينا نحكي هو العلم تبع ال شو اسمه،
الانتيجين هو العلم تبع الميكروب او تبع الباثوجين، فبيحكي لنا هو السبستنس اللي بحفز لنا البي او التي سيل. فهسه بالادابتيف اميونيتي بيصير في اول إشي دائما بالاميونيتي، حكينا حتى بالإناث، اول حركه بتصير انه احنا بنعمل ريكوجنيشن، احنا بنميز انه هذا هاي الخليه، هذا الكائن، هذا الإشي اللي فات هو غريب. فاول إشي بيصير ريكوجنيشن، بيصير انه البي او التي سيل بيروح بيرتبطوا بهذا الانتيجين، بيكون على التي والبي سيل، يعني احنا نعتبر هاي تي او بي سيل، تمام، وفي عندها ريسبتر، تمام. فبيجي لهذا الانتيجين، هو بيكون طبعا انتيجين، يعني هذا مثلا هذا اعتبروها بكتيريا، وهذا في عندها انتيجين انتيجينز. فما تيجي هاي تي او بي سيل، طبعا هم بيختلفوا بالوظيفه، بس انه نوع الخليتين بيرتبطوا بالانتيجين. فبيجي البي او التي سيل بيرتبطوا، هذا انتيجين، يعني هذا الانتيجين مش من الجسم، فبتتفعل البي والتي سيل والتي بي او تي سيل، وبتعمل ال فبحكي لنا انتيجين ريسبتور بايند تو جاست وان بارت اوف وان مولكيول millions of different فبعدين بتتفعل ال بصير تربط البي او التي سيل بالانتيجين، اما اذا كانت بي بتشتغل شغلها، اذا كانت تي ممكن تكون سايتوتوكسيك تي وتقتلها، رح نحكي عن الانواع كلهم بالتفصيل. بحكي لنا هون انه الانتيجين ريسبتر بايند تو وان بارت، يعني هسه احنا حكينا هاي البكتيريا بيكون عندها كثير انتيجينز، تمام، فبتيجي هاي الخلية سواء بي أو تي بترتبط بـ one part، تمام، of molecule of a part of a particular pathogen such as a specific bacteria or virus. بحكي لنا هنا إنه ال cells of immune system بتنتج ملايين of يعني إن إحنا مش حكينا بالمحاضرة الماضية إنه في عنا بالadaptive immunity الخلية هاي بتكون يعني كثير خاصة، يعني انت لو اصبت بكورونا، تمام، لو انت اصبت بكورونا ويعني خلاص وطبت منه، فهسه ليش بس تفوت كورونا مرة تانية؟ انت ما بتتعرضش لنفس مستوى يعني الاعراض، او حتى ممكن ما تحس بالموضوع. ليش؟ لانه انت في عندك خلية بي، ماشي، متذكر كورونا، عندها ريسبتر كورونا، فكل ما يفوت كورونا بترتبط هون الريسبتر كورونا بالانتيجين تبع كورونا، بتحكي بي سيل انا بعرفك، وبتروح بتقاتله. برضو مثلا انه احنا مثلا في عنا خلايا ذاكره شلل الاطفال، في عنا احنا اميونيتي ضد شو هذا اللي خبصته، في عنا اميونيتي ضد مثلا نوع انواع من انواع الانفلونزا او الكومن كولد، في عنا كثير يعني احنا لولا يعني الحمد لله، بس لولا الاميون سيستم ولولا الادابتيف اميونيتي كان يعني كان حنموت، ما حنقدر نعيش لهذا العمر، لانه يعني كمية الكائنات الباثوجينز الكائنات الممرضة حوالينا مستحيل يقدر يعني نقدر نتحملها. فبحكي لنا هون انه طبعا انا استهبت بالحكي، بس بحكي لنا هون انه الميون سيستم عنده مليونز اوف الانتيجين ريسبتر اللي بيرتبطوا بالانتيجين. بس بحكي لنا هون انه كل انتيجين ريسبتر، يعني كل وحده هي يا بتكون مصنوعه من 1 بي سيل اور 1 تي سيل، تمام. يعني مثلا حكينا احنا مثال كورونا اللي حكيتكم فيه، هسه هذا كورونا كل ريسبتر كل خليه عندها الانتيجين ريسبتر تبع كورونا، هي بالاصل يعني مثلا لو نحكي في عندنا هون 100 خليه عليها الانتيجين ريسبتر تبع كورونا، هذول ال100 خليه بالاصل هم كانوا خليه واحده، مثلا خليه بي واحده، تمام، هاي خليه البي بعد ما شافت كورونا، بعد ما فات كورونا على الجسم وتعرفت عليه وقررت يعني انها تقضي عليه لانه هو كائن غريب، بتروح هاي البي بتعمل رح نحكي عن الكلونينج، انه هي بيصيروا هيك في كثير خلايا بي عليهم ريسبتر الكورونا. فاصل هاي الخلايا كلها، هاي الميت خلية اللي حكينا عنهم، هم خلية واحدة. طبعا هذا بنطبق على التيسر برضه. بحكي إنه هنا إنه إنك تتعرض
الانفكشن بالفيروس البكتيريا other pathogen بيحفز لنا البي والتي سيلز with the antigen receptor بيكون على سطحهم specific لهذا الباثوجين. فإذا كان فيروس في عندك specific زي ما حكينا كورونا بكتيريا مثلا كوليرا أي باثوجين آخر بحكينا البي أو يعني خلية بي واحدة أو خلية تي واحدة عندهم تقريبا 10,000 antigen receptor on its surface. يعني ما بعرف كيف حتوصل كيف هي واسعة بس إنه هاي خلية بي أو هاي خلية تي مشان أنا دائما بحكي عن بي بعرفش ليش في هنا أنتيجين ريسبتر في هنا أنتيجين ريسبترات هيك كتار بوصلوا لمية ألف ريسبتر. طيب شو في من شو يعني خصائص تانية للأنتيجين زي ما حكينا إيش هو الأنتيجين؟ الأنتيجين هو الإشي أو اللي بيكون أو بيميز الباثوجين. نسيت شو اسمه بالعربي شو الانتيجين ما علينا خلص. الانتيجين هو أول إشي فورين موليكيول هو جزيء غريب على الجسم عشان هيك الجسم بيحاربه. مكون إما من بروتين أو بوليسكرايد يعني كربوهيدرات. في عنا ماني انتيجينز في عنا كثير يعني أنتيجينز بتكون على سطح سطح الخلايا. في عنا أنتيجينز لا بتروح مثلا البكتيريا بتفرزهم وبيصيروا يسبحوا بالدم أو يجروا بالدم. في عنا the small accessible portion of antigen that bind بحكينا هنا إنه الجزء من الأنتيجين اللي بيروح بيرتبط بالريسبتر على البي والتي سيل بنسميه احنا الإبيتوب. فالبي والتي سيل لما تشوف الإبيتوب اللي هو يعني هذا أنتيجين مثلا تمام هذا أنتيجين كبير الجزء اللي بيروح هذا مثلا هذا الجزء شايفينه لإذا راح ارتبط بالهاي هاي بي أو تي سيل دائما بحكي عن بي بس إنه هاي شايفين هذا الجزء اللي بده يرتبط بالبي سيل هذا اسمه الإبيتوب إبيتوب تمام. بحكي لنا هنا إنه الأنتيجين الواحد عنده العديد من الإبيتوبس وكل إبيتوب بيرتبط بريسبتر مختلف عن يعني عنده يعني أنا رسمي تجاوزوه بس أنا هذا التوضيح بس إنه كل أنتيجين عنده العديد من الإبيتوبس وكل إبيتوب بيرتبط بريسبتر بيميزه وبيختلف عن الثانيين. بحكينا هنا إنه الأول أنتيجين ريسبترز بروديوس باي يعني حكينا كل الأنتيجين ريسبترز بروديوس باي وان سينجل بي أور تي سيل. مش حكينا هنا عن مثال كورونا أحد محيته بس إنه كل يعني إذا في عنا بي سيل مثل عنا تي مثلا خلينا نحكي هالمرة عن تي لو عنا هاي تي سيل راحت أنتجت لنا تي سيلز كتار عليهم ريسبترات هذول التي سيلز تمام سبيسيفيك لمرض معين أو لفيروس معين أو ل يعني بس لبكتيريا واحدة أو فيروس واحد كلهم متطابقين. ليش؟ لأنه أصلهم يعني الأم أو الجدة الكبيرة تبعتهم هي واحدة وبيكون عندهم same epitope وthey bind to the same epitope يعني هم سبيسيفيك زي ما حكينا عن مثال كورونا في سام تي أو بي سيل بتنتج لنا مجموعة كبيرة عندهم ريسبتر ضد كورونا وبرتبطوا بالجزء نفسه من الإبيتوب. يعني خلينا نعتبر مثلا بداية الإبيتوب والإبيتوب إيش هو الإبيتوب؟ هو جزء من الأنتيجين اللي بيرتبط على الريسبتر بحكينا هنا إنه each B and T cell display specificity for particular epitope enabling it to respond to any pathogen that produce molecules containing their epitope. بحكينا هنا إنه ال B وال T cells بتتفاعل عندها يعني بتتفاعل بتستجيب للإبيتوب لأنه الإبيتوب عنده any pathogen producing molecule containing يعني هذا الإبيتوب لو كان بأكثر من كائن يعني أكثر من pathogen
فهي البي سيل راح تتفعل لانه في عندهم نفس الابيتوب. يعني هم تي البي سيل بتشوف ايش غير الابيتوب، التي سيل بتشوف ايش غير الابيتوب. مش مهم انت شهويتك، اذا عندك نفس الابيتوب فانا فهي الخليه راح تتفعل. بحكي لنا البي الانتيجين ريسبتورز للبي والتي سيلز عندهم نفس المكونات بس بيختلفوا بطريقة التفاعل، بطريقة ردة الفعل ضد هذا الكائن. رح نشرحهم هسه بالتفصيل، بس باختصار انه البي سيل مسؤولة مثلا عن خلايا الذاكرة انها تتذكر المرض. التي سيل عندك الهيلبر تي سيل والسايتوتوكسيك التي سيل، الهيلبر المساعدة، سايتوتوكسيك القاتلة. الانتيجين ريكوجنيشن باي البي سيل. البي سيل اول اشي كيف شكل البي سيل، كيف شكل ال يا سلام فنانة. تمام، بحكي لنا هنا انه بكل بي سيل انتيجين ريسبتور في عنا هذا الواي شيب. تمام، هذا الرسم الفنان هون. ففي عنا احنا اربع بوليسكرايد تشينز، هاي كل واحدة منهم شايفين، هاي واحدة، هاي ثنتين، هي هاي واحدة. خلاص هاي اضبط. فشايفين كل واحدة، هاي واحد، هاي اثنين. يعني ليش بستخدم دائما نفس اللون؟ مش عارفة. هاي واحد، هاي اثنين، هاي ثلاث، هاي أربعة. هذول أربعة polysaccharide chains. ثنتين منهم heavy وثنتين منهم light. هاي الطويلة heavy، شايفين الطوال، هذول heavy. والقصار light خفيفين. الطوال heavy والقصار light، ومربوطين بدايسلفايد لينك. دايسلفايد لينك بحكي لنا انه في عنا constant region و variable region. الكونستنت ريجن هي المنطقة الثابتة، ماشي. هاي المنطقة تقريبا يعني بكل الجسم بيكون فيها اختلافات كثير طفيفة، تمام. فهاي الكونستنت ريجن الثابتة، تمام. هاي وهاي هم يعني بيكونوا هذولا بنسميهم variable region V. ايش الفكرة؟ انه هون بيصير التمايز specificity. يعني هنا بيصير انه هذا الانتيجين ريسبتور مميز مثلا لبكتيريا واحدة او لفيروس واحد، تمام. فهذا الكونستنت ريجن، تمام، وهاي الفاريبل ريجن. وبرضه بيحكي لنا انه بالكونستنت ريجن في عندنا هيك الجزء التحتاني. يعني انا مش عارفه صراحه شو هذا الرسم، بس تجاوزوا يا جماعه ارجوكم. فبيحكي لنا انه هذا الجزء الاخر، يعني هي عنا احنا في عنا هاي، يعني انا مش عارفه خلاص. هاي هون حتى رسمت لكم اياها، انه هون هذا بنسميها ترانس ميمبرين ريجن، اللي هي بتروح هذا الانتيجين ريسبتور بيكون مربوط هاي في هون هيك بي. يعني مثلا هاي البي سيل او التي سيل، خلينا نحكي تي سيل. فهون شايفين هاي التي سيل، الجزء اللي بيكون ملزق او فايت جوا الممبرين تبع التي سيل بنسميه الترانس ميمبرين ريجن. طيب حكينا عنا كونستنت ريجن، فيري ليتل، اوكي، ترانس ميمبرين ريجن حكينا، ويتش بتدخل جوا البلازما ميمبرين تبع الخليه. بحكي لنا بعدين في عنا الفاريبل ريجن، كثير متنوعة الفاريبل ريجن. بحكينا برضه انه طبعا هذا كله بالبي سيل، تمام، ميزو لانه كثير لانه بيفرقوا. فهذا بالبي سيل بحكي لنا هون انه هسه شايفين، يعني استنى، شايفين هذول الفاريبل ريجنز، هاي وهاي، هاي وهاي، شايفينهم هذول بالنسبة لبعض، يعني هاي وهاي متطابقين، تمام، بس هذول الثنتين متطابقين، بس هم اصلا كثير متنوعين. يعني هذول اللي جنب بعض الاخوة هذول متطابقين وبيرتبطوا بنفس الانتيبودي، انتيجين قصدي، بيرتبطوا بنفس الانتيجين. بحكينا انه هم
form an asymmetric binding site. بحكينا هنا two identical antigen binding site, هذول اثنين هذول identical وبس هم متنوعين, يعني كل خلية بتنتج لنا antigen receptor مسؤول عن مرض معين أو عن pathogen معين. variable region مسؤول عن specificity, عن التمايز. يعني حكينا إحنا constant يعني ثابت, variable يعني متنوع. فالكونستنت غالبا هي بتكون نفسها باغلب الانتيجين ريسبترز, بس الفاريبل ريجن هي اللي بتتميز. خلاص حكينا بس هيكنا. طب الانتي بوديز, ايش هي الانتي بوديز؟ هسه بحكي لنا انه البي سيل ريسبترز بايندينج, ارتباط البي سيل انتيجين ريسبتر مع الانتيجين بيعمل لنا فورميشن, يعني ارتبطت. تمام, هسه البي سيل انتيجين ريسبتر راح ارتبط بانتيجين. تمام, ببدايه حياه البي سيل بيعمل لنا سكريشن لا ريسبترز يعني شايفين هذا ال شو اسمه الانتيجين ريسبتر. إذا راحت كانت يعني هاي البي سيل لسه يافعة. تمام, البي سيل لسه عمرها صغير. هاي البي سيل مربوط هون ال انتيجين ريسبتر, ارتبطت بعمر صغير بهذا الإبيتوب تبع الانتيجين. تمام, بتروح شو البي سيل بتعمل؟ بتروح بترمي الريسبتورات تبعتها برا. تمام, هسا لما ترمي البي سيل الريسبتورات تبعتها برا بنسميها انتيبوديز. تمام, وهاي الانتيبوديز هي مكونة من بروتينات برضو معروفة بالإميونوغلوبولينز. فهن الريسبتورات الحرة اللي راح أفرزتهم البي سيل بنسميهم انتيبوديز. وهاي الانتيبوديز هي مكونة من بروتين أو هي بروتين بنسميه إحنا إميونوغلوبولين. فهذولا نفس المعنى, إميونوغلوبولين هذا اختصارهم الاي جي, وانتيبوديز نفس المعنى لنفس الاشي. شو هم الانتيبوديز؟ هم انتيجين ريسبترز افرزتهم البي سيل وقاعدين بيسبحوا بحرين, مش مربوطين بخلية بي. فبحكي لنا برضو انهم نفس الشاب, يعني هم بالنهاية نفس هذا الشاب, بس انهم بدل ما يكونوا ملزقين بالخلية افرزتهم, بس هم مش مربوطين بميمبرين. بحكي لنا انه الانتيجين بايندينج سايت اوف ميمبرين باوند ريسبتور اند اور انتيبودي هاز ان ايكوي شيب. بحكي لنا انه هي زي عندها شكل مميز اللي هو لوك اند كي, اللي هو المفتاح والقفل. فشو الفكره؟ انه هم بضلهم يسبحوا بالجسم, بعدين لما يروحوا يشوفوا الانتيجين اللي بيركب عليهم بيروحوا بيرتبطوا فيه. فهم زي المفتاح, او لا الانتيجين زي المفتاح. تمام, الانتيجين زي المفتاح والريسبتر اي سنه ريسبتر مش الانتيجين ريسبتر زي القفل. فهم ما بتتفاعلوا, ما بيشتغلوا شغلهم الا اذا ارتبطوا بالمفتاح الصحيح تبعهم. يعني بضلهم يرتبطوا, هذا مش صح, خلاص ما بنعملش اشي, هذا مش صح نعملش اشي, تايجي مفتاحهم ويفعلهم. بحكي لنا انه الديفرنس بالامينو اسيدز, ايش هم الامينو اسيدز؟ هم مكونات البروتينات. فبحكي لنا الديفرنس بالامينو اسيد سيكونس اوف الفاريبل ريجن ال شو اسمها الجزء الفاريبل بالريسبتر, تغيير الامينو اسيد, ترتيب الامينو اسيد فيه بيعمل لنا التنوع. تمام, فاهمين علي؟ نعيد. شو بيعمل لنا التنوع بالفاريبل ريجن, المنطقه المتنوعه؟ انه في عنا احنا هي مكونه اصلا من امينو اسيد. تمام, هذول الامينو اسيد كل ما مثلا غيرنا ترتيبهم, حطينا هذا اول واحد هون, حطينا قمنا واحد زدنا واحد, هذول التغيير بترتيبات الامينو اسيد هي اللي بتعمل لنا التنوع للبايندينج سيرفيس او للسبيسيفيتي, وبخليها كثير سبيسيفيك لانواع معينه ومحدده. يعني كل ريسبتر سبيسيفيك له مفتاحه بس الانتيجين تبعه.
بحكي لنا انه البيس الانتيجين ريسبتورز والانتيبوديز بيرتبطوا بالانتيجينز داخل الدم او داخل اللمفس اللمف كنا الانتيبوديز بايند تو الانتيجينز. الانتيبوديز اللي هم الريسبتورات اللي بتسبح بالجسم بيرتبطوا اما على الانتيجين اذا كان عادي، اذا كان على سطح الباثوجين، او كان بيسبح لحاله برضه بالدم او بالدم صح، بالدم بودي فلويدز بسوائل الجسم. طيب هي انتيجين ريسبتور مربوط ببيسل، ارتبط بباثوجين جزء الابيتوب. شايفين هون موضحين بالضبط جزء الابيتوب، يعني هون ممكن هي في عندنا هون بهذا الباثوجين في عندنا جزئين ابيتوب، ممكن يكون في اكثر ايش هذا اللون. ارتبط الريسبتور بالابيتوب، فاجت البيسل حكت اوه يلا يلا نفرز الريسبتورات تبعتنا. فبعد مجرد ما نفرز الريسبتور صار من صرنا نسميه انتيبودي. بعدين بتصير انتيبودي تسبح حتى تروح تلاقي كمان باثوجين. فهنا في هنا انتيبودي مربوط بالباثوجين تبعه، هنا انتيبودي انتيجين، هنا انتيجين مربوط بالباثوجين، وهنا انتيجين بسبح مع نفسه. فراحت البي سيل وعلمت النية أو لقيت النية. طيب الانتيجين ريكوجنيشن باي التي سيل، التي سيل عندها يعني تقريبا نفس مبدأ البي سيل تمام، إنه هم أول إشي في عنا إحنا تو ديفرنت بوليبيبتايد تشين، في عنا ألفا تشين وبيتا تشين. في عنا برضو مربوطين الألفا تشين والبيتا تشين بالدايسولفايد بوند دايسولفايد بريدج. بحكي لنا في عنا برضو ترانس ميمبرين ريجن. بس شو الفكرة؟ إنه إحنا ما فيش عنا الواي شيب، الواي شيب للبي تي سيل في عنا هاي ألفا، شايفين هاي البرتقالية ألفا وهاي بيتا تمام. الكونستانت اللي هي الجزء السفلي بيكون يعني كثير متشابه، وفي عنا ترانس ميمبرين هاي مربوطة بالميمبرين، وفي عنا الفاريبل ريجن اللي بتحدد خصوصية أو specificity لهذا لهاي التي سيل. حكينا ان الفاريبل ريجن في هي الجزء الخارجي الاوتر تيب اوف الموليكيول هي، وهي مكونه من الفا وبيتا تشينز وبترتبط هنا هاي معلومه مهمه ركزوا عليها. بالبي سيلز حكينا انه الانتيجين ممكن يرتبط هون وممكن يرتبط هون، ففي عنده هون تو، عنده مكانين يرتبط فيهم. مش عارفة انا وين حكيتها او اذا حكيتها اصلا، بس هون هاي مهمة انه هو الانتيجين بيرتبط بمكانين عنده مكتوب بايندينج سايتس. اما بالتي سيل فعنده بس مكان واحد سينجل انتيجين بايندينج سايت، بس بيجي انتيجين واحد وبيرتبط. الكونستانت اللي هي باقي الريسبتور، وبتكون جزء بتكون مش يعني كونستانت ريجن ومربوطة بالممرين مش كثير متنوعة. قلنا هنا انه الانتيجين ريسبتور اوف تي سيل بيرتبط بس وان اونلي تو، بيرتبط تي سيل الانتيجين ريسبتور اوف تي سيل بترتبط بالانتيجين بس في حالة اذا كان موجود على سطح خلية تمام، عكس البي سيلز. مش البي سيل حكينا اذا كان بيسبح الانتيجين راح تمسكه، اذا كان على سطح خلية هي راح تمسكه تمام. هون هاي ثاني يعني اشي ثاني اشي مختلف، انه الاونلي بترتبط بالانتيجين ريبريزنت اون ذا سيرفيس اوف هوست سيل. لازم تيجي، لازم يكون مربوط على هوست سيل. لازم احنا رح نحكي عن الميجر هيستوكومباتيبيليتي كومبلكس. هذا كومبلكس بيجي بيمسك لنا الانتيجين وبيعرضه للتي سيل. التي سيل ما بتعرفش تميز هذا الانتيجين اذا كان مش معروض، فبتي بيجي لنا هذا الام اتش سي ميجر هيستوكومباتيبيليتي كومبلكس، بيعرض لنا هاي هذا الانتيجين للتي سيل عشان التي سيل ترتبط فيه وتتعرف عليه.
فهو إسينشال، هو ضروري. يعني التي سيل ما بتعرف الأنتيجين إلا إذا أجا نعرض لها على سطح خلية عبر الميجر هيستو كومباتيبيليتي كومبلكس. طيب هاي في عنا هذا الميجر، هنا بفرجيك إنه هذا الميجر هيستو كومباتيبيليتي كومبلكس، هذا الأنتيجين عرضه تمام. بتيجي التي سيل هذا الريسبتور تبعها، في عنده وان بايندينج سايت، ارتبط، تعرف عليه واشتغلت شغلها. شو ما كان شغلها بحكي انه طيب ريكوجنيشن بارتيكلز تو ذا اميون سايد انيمال انزيمز كليف الانتيجين. بحكي انه شو بيصير، انه بتيجي مثلا هاي الخلية، طيب الهوست سيل بتبلع الانتيجين الباثوجين، وبتيجي بتكسر لنا الباثوجين وبتاخذ الانتيجين قطع او اجزاء الانتيجين، انتيجين فراجمنت، وبتروح بتركبها على ام اتش سي مولكيول ميجر هيستو كومباتيبيليتي كومبلكس وبتعرضها على سطحها. فبتضل تعرضها تا تيجينا هالتي سيل وترتبط فيها وتشتغل، شغلها. فانتيجين فراجمنت بايند تو ام اتش سي مولكيول وبتنعرض على سطح الخليه، بعدين يعني بتنعرض بريزنتيت، وبتيجي التي سيل اللي يعني سبيسيفيك لهذا الانتيجين ذات كان بايند ذس انتراكت خلص ادابتيف، بعدين بتفعل ادابتيف اميونيتي، وسواء هي بتقضيها او بتنادي حدا يقضيها يقضي على الباثوجين يعني، بس انه خلص بيشتغل شغلها. طيب بنحكي شوي عن البي والتي سيل ديفلوبمنت. اول اشي في عنا فور ميجر كاركترستكس اوف ادابتيف اميونيتي، اربع خواص بتميز الادابتيف اميونيتي. اول اشي انه في عنا احنا حكينا من اول اشي يميز الادابتيف اميونيتي انه هو متنوع، انه هو في عنا احنا خلايا مخصصة لكل باثوجين، خلايا مخصصة بتتذكر إن الباثوجين اللي فات على الجسم، ففي عنا تنوع كبير. وبرضه يعني التنوع في عنا التنوع بالليمفوسايت والريسبترز لكل باثوجين، لكل أنتيجين وباثوجين فاتوا على الجسم فبتتذكرهم. وحتى ممكن يعني هي رح نحكي مش عارفة بهاي دي المحاضرة والمحاضرة اللي بعدها كيف إنه كيف بيتم إنتاج هاي الريسبترات. ممكن إنه الجسم ينتج ريسبتر ضد باثوجين ممكن ما يكون فات على الجسم، يعني هو كثير عملية عشوائية. هي بحكي لنا برضو إنه من مزايا الأدابتيف إميونيتي، هسا إحنا كل الريسبتر يعني ما أكيد ممكن يخطر في بالكم إنه طب إحنا بننتج كل هاي كمية الريسبترات، وحكيت هسا إنه هي عملية عشوائية. طب ممكن إنه تيجي هاي الليمفوسايت تروح تعمل ريسبتر ضد مثلاً كريات الدم الحمراء بالجسم، ترى إشي كثير يعني إشي كثير ممكن يصير، يعني إشي عادي بحكيكو عملية راندوم مش مبنية على تنظيم معين. فهنا بصير إنه إحنا بداخل مثلاً الثايمس أو داخل البون مارو، وهذول الليمفوسايت قاعدين بيكبروا وبصيروا ميتشر قبل ما يطلعوا برا أماكن نموهم أو أماكن نضوجهم. بنعمل لهم زي امتحان إنه تعال أنت هاي مثلاً بتيجي يعني بطريقة هي معقدة شوية أو بدها تفاصيل أكثر، بس أنا حكيها بشكل عام رح تخطوها بالإميونيتي بالمناعة بالصيفي. بس إنه بتيجي هاي ال شو اسمه الجسم بده يتأكد إنه أنت تي لمفوسايت صالحة ولا لا، انت بي سيل لمفوسايت صالحة ولا لا، بيجي بعرضلكو سيلف انتيجين. اتعرفت اذا انت رحتي اذا كانت راحت الخلية تعرفت عليه بقطع عليها، اذا الخلية ما تعرفت عليه بيحكي تمام احسنتو، بيطلعهم برا يعني برا البون مارو او الثايمس ويشتغلوا شغلهم. بحكي لنا انه السيل بروفريشن تريجر ذا اكتيفيشن فبحكي لنا انه البي يعني هي هاي بوزيتيف فيدباك انه كثير يعني انتاج، يعني لما يرتفع عدد البي والتي سيلز داخل الجسم لانتيجين فور سبيسيفيك انتيجين بيصير برضو في كمان تزايد، يعني
يعني زادوا بي سيل البي والتي سيلز تمام، لانه في باثوجين تمام، بتروح برضو بصير في كمان انه في برضو زياده بالليمفوسايت. ليش؟ لانه الجسم بفهم انه انا في عندي باثوجين بدي احاربه، فبدي ادعم الخلايا، بدي ادعم الاميونيتي، فبزيد برضو بالخلايا، فهي بتضل تزيد هاي الدوامه، يعني تيجي حد يحكي لهم انه لا وقفوا خلاص احنا قضينا على الباثوجين فاهدوا. الادابتيف اميونيتي هو اقوى من الانات، وهو اسرع، فهو بحكي لنا انه هو اقوى واسرع اذا كنت انت متعرض لهذا الانتيجين من قبل تمام. فهاي بنسميها الاميونولوجيكال ميموري، انه انت لما تتعرض لهذا الانتيجين قبل وخلص صار عندك في خلايا ذاكره بتمشي بالجسم بالدم، فاذا فهي الخلايا بتضل تمشي لفتره طويله، ممكن توصل لعشرات السنين يعني عقود. فاذا فات هذا الباثوجين مره ثانيه او الانتيجين مره ثانيه، هاي الخلايا بتكون ماشيه وهاديه وما بتعملش اشي، لما تشوفه بتبلش انا متذكريتك، فبسرعه بسرعه يلا يا جماعه هذا الباثوجين اللي راح مرضنا مثلا، اللي راح من المشاكل قبل 10 سنين، فيلا نقضي عليه. فهي بتكون اقوى وأسرع للباثوجين أو الأنتيجين اللي إحنا شفناه من قبل. طيب بحكي لنا هنا إنه الريسبتور دايفيرسيتي، تنوع الريسبتور والسلف توليرانس بيصير، بس يعني السلف توليرانس والريسبتور دايفيرسيتي بيصير والليمفوسايت قاعدة بتنضج، يعني ما خلصت نضوج، هي لسه بتنضج. احنا بنروح بنعرض عليها الخلايا الجسم او ريسبتورات الجسم، نتاكد انه هي ما بتروح ترتبط بخلايا الجسم وبدمرهم. وبرضه تنوعها اللي هي ترتيب الامينو اسيدز على الفاريبل ريجن، برضه بنعمل هذول الخطوتين، نعمل هذول الشغلتين، وهي لسه ما يعني بطريقه انها تصير ناضجه. اما التكاثر البروفريشن والميموري الذاكرة بتصير بعدين، بعد ما تصير هاي الخلية ناضجة، وبعد ما تصير الخلية ميتشر وباين تو سبيسيفيك وترتبط بالأنتيجين. كيف سنو occur later after ميتشر lymphocyte encounter and bind to specific antigen. انه هي بتصير بعد ما تنتج الخلية وتروح برضو، يعني خلص الخلية ناضجة، بس شو بتكون ماشي بالجسم عادي، لما ترتبط بسبيسيفيك انتيجين بانتيجين معين بيصير في عندنا ميموري، بيصير في عندنا تكاثر. فالدايفيرسيتي يعني انها ما تتعرف على خلايا الجسم بتصير وهي قاعده بتنضج تمام، بعدين بتطلع برا مثلا او حسب مكانها، يعني مكانها مثلا في الدم بتكون تمشي بالدم تمام وهي ميتشر ناضجه، بعدين لما تروح تشوف لنا في عنا انتيجين وارتبطت فيه بتعمل لنا الميموري والبروليفريشن التكاثر. التنوع تبع البي والتي سيل زي ما حكينا انه هم كثير متنوعين بالفاريبل ريجن، بيرتبطوا يعني كثير سبيسيفيك، بيرتبطوا بباثوجين معين بانتيجين معين. طيب هذول هاي السبيسيفيتي على ايش بتعتمد؟ حكينا برضو عن امينو اسيدز. طيب على اي اساس، يعني من وين بيجيب الجسم كل هذا التنوع بالانتيبوديز، كل هذا التنوع بالريسبتورات حتى انهم يكفوا كل انتيجين جديد بفوت على الجسم؟ بحكي لنا هون انه معلومه عامه ما مش مهمه، بس انه في عندنا تقريبا مليون ديفرنت بي سيل داخل جسمنا، وعشر ملايين تي سيل انتيجين ريسبتورز مختلفين داخل جسمنا. لكن بس في مشكلة انه في عنا احنا بس 20,000 بروتين داخل جسم داخل الجينوم تبعنا، داخل جيناتنا. طب من وين بيروح بيجي هذول، يعني من وين اجوا العشر ملايين، من وين اجوا العشر ملايين شو اسمه تي سيل انتيجين ريسبتورز او المليون بي سيل؟ يعني كيف يعني باي منطق ال 20,000 صاروا عشر مليون وعشر ملايين؟ لكن هنا انه هي معادله بسيطه،
أو فكرتها بسيطة، إنه إحنا يعني شوفوا هون مثال، بس هي الفكرة إنه إحنا بنروح مثلاً بنحط بروتينات معينة، بنروح بنغير ترتيبهم، بنروح بنعمل يعني بنلعب يعني هيك. إنه مثلاً هون بيعطينا مثال إنه في عنا مثلاً رقم تليفون هو مكون عنا 3 size و 6 colors، لا مش رقم تليفون، أوكي سيلفون، عنا تليفون في عنا 3 أحجام وست ألوان. فلما لما نشوف شو الاحتمالات اللي عنا، يعني مثلا عنا الحجم الكبير، الحجم الكبير ممكن يكون بست ألوان، الحجم الأصغر عنده ست برضو في ست ألوان، الحجم الأصغر منه برضو في ست ألوان، فبصفي عنا 18 احتمال. على نفس هذا المبدأ عنا 20 ألف بروتين بتنوعهم، بنغير ترتيبهم، بنقيم واحد بنزيد واحد، فبصير عنا كثير يعني كثير variation شو variable elements، عنا مليون different receptors with very small collection of for a very small collection of parts. طيب to understand the diversity، كيف بدنا نفهم هاي الدايفرسيتي؟ بحكينا انه احنا عندنا الاميونوغلوبولين light chain of both B cell antigen receptors secrete antibodies only single immunoglobulin light chain all B and T cell receptor give undergo very similar transformation. فهون بحكينا light chain شو اسمها اللايت تشين اللي هي هاي، تمام شايفين هاي هي اللايت تشين، عندها عندنا 3 جينومز، 3 جينز قصدي 3 عندها 3 جين سيجمنت، الفاريبل سيجمنت، الجوينينج سيجمنت والكونستانت سيجمنت. الفاريبل والجوينينج بيعملوا لنا الفاريبل ريجن، تمام، والكونستانت كونستانت، تمام. ف هسا بحكي لنا برضه معلومه انه الفاريبل هي في منها 40 نوع، الجوينينج في عندنا 5 كانه هي 5، والكونستانت في عندنا نوع واحد، تمام. احنا حكينا الكونستانت مش كثير متنوع، هذولا لما تيجي because a function gene build only one copy of each segment، في عندنا بس نسخه واحده من كل segment من كل type of segment، فعنا تقريبا كان بيكون pieces، في عنا تقريبا 200 طريقة إن نغير بالترتيب تبعهم. اضربوا هيك يعني زي نفس مبدأ هنا باحتمالات التليفون اللي أنت تأخده، يعني بحسب نوع حجمه ولونه ضربناهم، فهنا نفس المبدأ. هي شغلة رياضيات صراحة بس مش عارفة كيف أشرحها، بس هي مبدأ التنوع، تمام. كيف بتصير هاي العملية؟ يعني كيف إحنا بننتج أو كيف بننتج الجسم؟ بربط لنا الـ variable segment والـ joining segment، وبعمل لنا light chain، وبعدين أو الـ variable region قصدي، وكيف بعمل لنا الـ constant region. بحكي لنا هنا إنه في عنا إنزيم اسمه recombinase، هذا بيجي بربط لنا الـ variable segment مع الـ joining segment، تمام. بيعمل لنا forming single axon، هذا single axon بربطنا إياه بطريقة عشوائية، يعني في إحنا عنا 40 variable segment وخمسة joining segment، بيجيب أي واحدة من هذول أو أي واحدة من هذول بربطهم. برضو هاي light chain، الheavy chain بتعمل إشي بيشبه هذا، يعني بيصير معها تقريبا نفس المبدأ نفس الفكرة. بعدين بحكي لنا only one ali، في عنا بس يعني بين كل الخيارات اللي تم إنتاجها بس واحد light chain وواحد heavy chain راح يرتبطوا مع بعض. برضو في طبعا هاي rearrangement اللي بتنتج لنا بالأخير receptor، تمام، يعني ارتبط heavy chain light chain وheavy chain مع بعض، تمام، اعتبروها مثلا هاي بيرسل receptor heavy chain، في عنا هنا الهيفي تشين واللايت تشين ارتبطوا مع بعض. هسه هاد هو بيرمننت، الري ارينجمنت هاي هي بيرمننت دائمه وبتنتقل للاطفال.
cell when the lymphocyte divide بتنتقل لل آه بتنتقل أوكي بتنتقل يعني هاي الليمفوسايت بس تنقسم مثلا صار لها proliferation هي تعرفت على الانتيجين تبعها بتنتقل هاي السبيسيفيتي أو هذا الرينج هذا الإشي هذا الريسبتر بنتقل برضو للأبناء اللي هي أبناء هاي الليمفوسايت. بحكي لنا هنا إنه بس يرتبطوا اللايت تشين والهيفي تشين مع بعض الانتيجين ريسبتر رايح يتم تصنيعه. بعدين رح يصير في عنا ترانسكريبشن وترانسليشن هاي اشياء يعني مش مطالبة بس هيك ذكر ترانسكريبشن ترانسليشن. بعدين حكينا هاي المعلومة ليش تكررت مش عارفة. بعدين different antigen bind في عنا each pair كل هما random هي عملية عشوائية في عنا different antigen binding sites الميوتيشنز اللي بتصير بالربط بين الفاريبل سيجمنت والجوينينج سيجمنت ريكومباين اد اديشنال فاريشن بيزيد التنوع ممكن ميكينج ا نمبر اوف انتيجين بايندينج سبيسيفيتي ايفن جريتر يعني يعني التغيير بهذا الفاريبل والجوينينج سيجمنت ريكومباينيشن ممكن يزيد من الفاريشن اللي هو التنوع وهذا بيخلينا برضو في عنا انتيجين سبيسيفيتي عالي. صحيح احنا ممكن انك تطلع لها من ناحية ايجابية انه منيح بس بتخيل انه برضو لها سلبيات يعني انت لو كان عندك كثير انتيجين سبيسيفيك فانت عند مرحلة معينة رح تصير تعمل انتيجينز ان اكزيرسبترات ضد الانتيجينز اللي موجودة على خلايا جسمك يعني انت خلصت كل يعني مستحيل ما توصل لهي المرحلة فلحد معين هاي كويسة بس اذا زادت هضل عن هذا الحد رح تصير انت يصير عندك مشاكل داخل جسمك انه انت بلشت تعمل ريسبترات بتحارب خلايا جسمك او ممكن بتحارب مثلا نورمال فلورا مكونات بالجسم موجودة اصلا بالجسم وانت بتحتاجها يعني هي مش ضارة لك. Origin of self-tolerance أو أساس self-tolerance هسا نفس ما حكيت لكم قبل إنه هو عملية إنتاج الريسبترات هي عملية كثير عشوائية فالجسم بخاف إنه نروح نعمل إحنا ريسبترات تهاجم خلايا الجسم ففي عنا بالليمفوسايت إنه هي إذا صارت self-active يعني بتهاجم أو بتروح ترتبط بخلايا الجسم فهي إما بتقضي عليها يعني هي أصلا not eliminated ما بتتخرجها يعني برا مثلا البون مارو أو بتثبطها مشان لازم يعني لازم الجسم ما يتعرف على خلايا لازم الإميون سيلز ما تتعرف على خلايا الجسم مشان ما تهجم عليها وتضرها. فتمام الليمفوسايت وهي ميتشر بالبون مارو أو الثايموس بيصير لها زي تيست نتأكد إنه هي ما بتتفاعل مع خلايا الجسم. إذا كانت بتتفاعل يعني بترتبط بخلايا الجسم أو بتتفاعل بس ترتبط بخلايا يعني شو أنا بحكي إذا كانت بترتبط بخلايا الجسم راح ندمرها بالأبوبتوسيس وهو البروغرامد سيل ديث أو إنه نخليها نون فانكشنال يعني ما بتشتغل وبي إكسيبت سيلف توليرنس فإحنا بنسميه سيلف توليرنس. proliferation اللي هو شو اسمه الانقسام أو تكاثر B والT cells بحكي لنا هنا إنه despise the incurious variety of antigen receptors only a tiny fraction are specific for a given epitope so how then does an effective adaptive response كيف بتصير الادابتيف ريسبونس هسا في عنا احنا مرض واحد
تمام، يعني بفوت لنا انتي باثوجين واحد، في عنا ابيتوب واحد او انتيجين واحد، فكيف بتصير الادابتيف ريسبونس؟ هسا مش حكينا انه هاي البي او تي سيل تمام عملت الريسبتر، خلاص فات الباثوجين وهي راحت عملت الريسبتر للباثوجين، لما ترتبط فيها تمام يرتبط الابيتوب تبع الانتيجين بالريسبتر، بتفهم الخلية انه احنا في عنا هسه باثوجين قاعد بيهاجم لنا، مثلا خلينا نرسمها هيك، بيهاجم لنا الجسم، فبتروح الخلية بتعمل بروليفريشن تمام، وبتضاعف اعدادها بشكل مهول تمام، مشان تقدر تقضي لنا على هذا الفورين بودي. To begin with في عنا in the lympho match is need بتصير شو اسمه، ممكن يصير البريزنتيه انه تعرف الانتيجين والريسبتر باللمف نود تمام، اذا صار اكتيفيشن لل اذا صار اكتيفيشن للبي او تي سيل، يعني اتعرف ارتبطت بانتيجين، بتبلش ببلش الديفيجن اللي هو البروليفريشن اللي هو التكاثر، ان هي بتبلش تضاعف حالها تمام. هسه بتبلش تضاعف حالها بتنتج عن اشي اسمه كلونز. هسه الكلونز اللي هي زي هيك، هسه هون تمام هاي انتيجين ارتبط بالبي سيل تبعتنا او التي سيل تبعتنا، فبيصير في كلونز انه هي هيك يعني اعداد كبيره بتضل تعرفت عرفتوا انه هي population of cells that are identical to the origin، يعني هاي هم كلهم نسخ من بي سيل تبعتنا، نسخ بس اعدادهم كبيره، يعني هاي هون خمسه وبصيروا يصيروا اكثر 100,000 قد ما بنحتاج احنا، بتصير بتضل تضاعف خليه المناعه حتى تعمل لنا الادابتيف اميونيتي او الادابتيف ريسبونس. بحكي لنا هون انه some cells from the clone become effect بعدين هاي الكلونز بدها تصير مختصه، يعني كل وحده رح تعمل شغلها. الافكتر سيل عمرها صغير producing that antigen. For B cells الافكتر سيلز هم البلازما البلازما سيلز اللي بنتجونا الانتيبوديز. عرفتوا شو تذكر شو هم الانتيبوديز؟ هم الريسبترات اللي البي سيل بتتركهم، فهم بيصيروا بيسبحوا لحالهم، يعني مو مربوطين بالممبرين تبعها. اما الافكتر سيلز للتي سيل هم الهيلبر تي سيل والسايتوتوكسيك، الهيلبر تي سيل والسايتوتوكسيك. باقي الكلونز باقي، يعني خلاص في عنا احنا الافكتر والميموري. الافكتر سيلز عمرها صغير بتصير اما بلازما سيل او هيلبر تي سيل وسايتوتوكسيك تي سيل. الباقي الكلونز بتصير ميموري سيل، بتروح بتتذكر لنا هذا الباثوجين، تذكر لنا هذا الانتيجين، وعمرها طويل وممكن تستمر ل يعني لطول عمرك او لديكيدز اللي هم تقريبا عشرات السنين. البروليفريشن اوكر ان ريسبونس تو سبيسيفيك انتيجين اند اميون سيل، بحكي لنا هون هاي البروسيس، هاي العملية بنسميها كلون سيلكشن، بيكوز تحفيز اوف يعني انتيجين سيلكت ويتش ليمفوسايت ويل ديفايد تو بروديوس. فهي ليش، لانه ليش بنسميها كلون سيلكشن؟ لانه في عنا احنا انتيجين واحد حفز لنا الليمفوسايت انها تروح تعمل لنا ريسبونس اله، وهذا الريسبونس مكون يعني من مئات الخلايا، اعداد كبيره من الخلايا بتقدر تقضي على هذا الباثوجين او هذا الانتيجين. كنه هنا الخلايا اللي ما عندها الريسبترات مختصه او سبيسيفيك لهذا الانتيجين ولا بصير عليها إشي، بتضل ماشيه في الجسم بس بتدور على المفتاح تبعها. مش حكينا هم زي اللوك اند كي، هي بتضل ماشي تلاقي الانتيجين تبعها وتتفعل، فهي ما بصير لها اي ريسبونس ولا بتتاثر. طيب نحكي شوي عن الميموري، عن خلايا الذاكره. خلايا الذاكره هي عمرها طويل،
موجودة مشان الحماية لما يفوت لنا هذا الأنتيجن مرة ثانية. بحكي لنا هنا إنه في عنا زي مثال بالتشيكن بوكس. هسا إيش الفكرة؟ إنه ممكن يكون أكثر من مرض أو أكثر من باثوجين عندهم نفس الأنتيجن. فأنت لما مثلاً تأخذ مطعوم لنفس يعني هسا مثلاً في عنا خلينا نسميهم هذا الباثوجين A والباثوجين B، تمام؟ هسا أنت الباثوجين A عنده والباثوجين B عندهم نفس الأنتيجن، وأنت مثلاً عمرك 10 سنين، هذا الباثوجين A فات على اللي عندك، تمام؟ وعمل لك مرض. وبعد ما يعني خلاص تفعل الادابتيف اميونيتي وصار في عندك ميموري سيلز، ميموري سيلز، ومتذكره انه فيها متذكره انه هذا الاي هذا الانتيجين تبع الباثوجين اي بس يفوت على الجسم مره ثانيه انا راح اقضي عليه خلاص، لانه هو ضارب الجسم، هو فورين بادي، جسم غريب. ماشي، انت كبرت تمام، صار عمرك 20 سنه، تمام، واجا ما فات الباثوجين اي، فات الباثوجين بي، تمام. هسا الباثوجين بي هو مرض ثاني، هو باثوجين ثاني، بس شو الفكرة؟ إنه عنده نفس الأنتيجن، فلما يفوت هسا هاي الميموري سيل ترى ما عندها، يعني عندها، أنت عندك الأنتيجن أنا حقضي عليك، أنت شو ما كنت أنت، يعني شو أصلك شو فصلك أنا ما بهمني، عندك الأنتيجن بتركب عين على ريسبتراتي أنا بقضي عليك. فلما يفوت الباثوجين بي على جسمك راح تتفعل هاي الميموري سيلز اللي عمرها طويل. فهم بحكي لك، كان استعجلت على القصة هاي بس مش مشكلة. بحكي لنا هون إن هي لونج وهي بتحميك. بحكي لنا إنه يعني التعرض المسبق للأنتيجن هسه صار عندك ميموري. الميموري ريسبونس هي أسرع وأقوى وبتتفعل، يعني خلاص تتفعل بسرعة. فهون مثال مثلاً، هسه أنت أول تعرض للأنتيجن بنسميه إحنا بيعمل لنا primary immune response، تمام؟ هاي أول تعرض. الأول تعرض بتحتاج تقريباً من 10 أيام ل 17 يوم، يعني تقريباً 2 أسبوع أكثر شوي تتفعل الأدابتيف إميونيتي، يعني فات الباثوجين، صار في عنا innate response برضو ما ماتش الباثوجين، بتبلش الخلايا تدفع ترتبط بهذا الانتيجين، يلا نعمل ريسبتر، يلا نقطع عليه، يلا تتحفزوا، يعني كله هذا بيطول لانه هاي اول مره الجسم بيتعرض لهذا الباثوجين. بس اذا انت تعرضت لهذا الباثوجين وخلص وراح برايمري، بعدين بعد فتره رجع هذا الباثوجين فات مره ثانيه، هذا الانتيجين فات مره ثانيه، هون احنا بيصير عندنا سكندري اميون ريسبونس. ايش الفكره؟ السكندري انه انا عندي ميموري سيلز فرح تكون اسرع واقوى من البرايمري، ورح تحتاج تقريبا من 2 ل7 أيام، اقل من اسبوع انت بتكون مخلص على الانتيجن، على الباثوجين كامل، with a greater magnitude و more prolonged، يعني هو اقوى وبيدوم لفتره اطول واسرع، يعني في كل شيء كل وكانه القصه اللي حكيت لكم اياها مش هون، هاي مشان الباكسين. هاي القصه مشان الباكسين، انه زي هيك هم صاروا ياخذوا مثلا هذا مثلا، لو نفرض انه باثوجين اي، تمام، نفرض انه باثوجين اي بأعراضه أبسط على جسم الإنسان، فصاروا يعطوه مشان حماية لباثوجين بي. هاي قصة الفاكسين، بس طلعت مش بهاي المحاضرة، فخلص خلوها بمخكم مشان للفيديو الجاي تذكروها. أخيرا بحكينا هنا إنه secondary أشوف الصورة شو هاي، هن بحكينا إن شوفوا هاي البرايمري اميون ريسبونس، شوفوا بطيئة بتقعد فوق 2 أسبوع، وانت ببلش جسمك يتعرض، بتبلش تطلع الاعراض، وعلى البطيء على البطيء مفيش ميموري سيلز لانه ولا يعني بتموت. بعدين لما يكون لما يرجع يفوت الباثوجين مرة ثانية، خلص انت في عندك ميموري سيلز بتتذكر لك هذا الباثوجين، خلال 2 لأسبوع بتقضي على كل الباثوجين وبترجع يعني لصحتك. محينا cells are long lived. The secondary immune response relies on the B and T memory cells.
بعد ما يعني انت secondary immune response شو هي؟ انه في عندك انت بي و تي ميموري سيلز صاروا بعد ما انت تعرضت بالمرة الاولى للانتيجن. بحكي لنا انه عمرها طويل، الميموري سيلز عمرها طويل، ممكن تستمر العقود. بحكي لنا انه بتحفز تحفز عنا الاميون ريسبونس انه يصير اقوى واكبر بالدفاع. رابيد فورم كلونز يعني سريع قوي وكل شيء احسن. خلص خلصنا البارت الثاني. البارت الثالث قريب وبرضه نفس المستوى، يعني هو التشابتر هذا صح فيه هيك معلومات بس بالنسبه لي بشوفه ممتع. فبس ان شاء الله ما تكونوا يعني مراكبين المادة، ادرسوا أول بأول. أوكي، نتمنى يعني إنه كلنا نصير ندرس أول بأول. وهان الفصل صح، أول فصل دائما يعني صراحة أول فصل كثير صعب، صعب من نواحي عدة، يعني مش بس المواد، صعب إنه جو جديد وهيك. بس يا جماعة هانت، وبس يعطيكم العافية، نشوفكم قريبا مع آخر بارت من تشابتر 47.